لو تسأل المسلمون ما هي أهم مبادئ الإسلام وقيمه وكذا، يذكر لك أركان ما يسمى أركان الإسلام. طيب أين العدل فيها؟ أين التقوى فيها؟ أين الشكر فيها؟ غايات كثيرة ذكرها الله في القرآن، أين هي؟ ينبغي أن تفهم هذه فهما خاصا يوازن بين الأحاديث، ويرجع قبل ذلك القرآن الكريم. وهذا موضوع كبير. أحياء في القصد أن نقول أن الكفرة أنه لا تظنون أننا ناجون عندما تأتي آيات عن الأمم السابقة بأنهم كفروا برسلهم، لا تظنون أنهم كفروا أن الكفر الموصوف هو كفر كلي، قد يكون كثير منه كفر نسبي، ككفر كثير من المسلمين نسبيا. طبعا هذا بالمناسبة لا يسمى تكفيرا، انتبهوا، نحن نحكم لكل من قال لا إله إلا الله ولو كاذبا بحقوق المسلمين، لأن النبي كان يحكم للمنافقين بحقوق المسلمين إذا قالوا لا إله إلا الله ولو كاذبين لهم كل الحقوق. ففرقوا عندما نحذر بوجود كفر باطن، بوجود شرك خفي، فرقوا بيننا بين هذا وبين الذين يرون أنه يستباح من كان على غير ديننا أو على غير مذهبنا، أو من كفر أو من أشرك أو من ارتد يستباح. لا، نحن منهجنا آخر، بمعنى نحذر أنفسنا قبل الآخرين بأننا قد لا نخلو من شرك أو كفر أو نفاق، ولكن لا نستبيح، ونحذر الآخرين نفس الشيء بأنه قد يكون فيهم شرك وكفر ونفاق. الآخرين قصد كل شيء ما سواك.